أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولدعلي أن خروج الشبيبة من كأس الكاف كان خسارة كبيرة للنادي، فيما اعتبر حكيم مدان اللاعب السابق للشبيبة وعضو المكتب الفيدرالي أن الشبيبة عليها طي صفحة المشاركة الإفريقية والتركيز على البطولة. سي دوماج مي بون سي لو فوت الجيريان كي ا بيردو اون بلاس مي بون مازال انكور دو زيكيب اون دو سويت ان شاء الله كمل المشوار تاعهم نتمنى ان شاء الله النجاح لشبيبة القبائل. نظن ملي اقسامر ولكن يعني لحد الان لو باركور اللي داروا نظن داروا ان بون باركور، للاسف طاحوا كونتر مون ايكيب دو تي بي مازامبي اللي معروفه، والان دوك يقدروا يوجدوا يعني الاهداف اللي عندها هي البطوله، البقاء في البطوله.